اتفضل. هم البياعين اللي واقفين في الشارع. هم مين؟ الطوبيه والعرابه. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل الناس ما بتعرفش تمشي من الشارع، واحد معدي خبط في طبلون بياع، بقت قامت الخناقه. قال الناس دي قرايب، ديت جم دول ضربوا في دول، ادي الحوار. بس بياعين واقفه في الشارع مش عارفه الناس تعدي من الشارع تمشي. بدا الساعه كام؟ بدا الساعه كام؟ ايه؟ ما اعرفش بقى الساعه كام. هم العصر هم عايزين فوضى، الناس عاوزه فوضى، الناس عاوزه فوضى، مش عايزه الحكومه تشتغل، مش عاوزه الجيش يشتغل، عاوزين فوضى، عاوزين بلد فوضى، هي دي الفوضى اللي انتوا عاوزينها. بلطجه، ده بلطجه، ناس ماتت وناس متعوره في المستشفيات، ده شغل بلطجه. بيجي بينزلوا بتوع الحي بيشيلوا البياعين يضربوهم، يجي الاسم يشيل البياعين يضربوهم. ادي الحكايه. اما ناس عاوزه فوضى، عاوزه بلطجه، مش عاوزين ياكلوا عيش. اما يجي ثابت من الاسم يتضرب نائب المامور من الاسم يتعور ويروح الاسم يتعور ليه يعني؟ ليه؟ نائب المامور بيتعور، الضباط من الاسم بيتعور، المناديب بيتعور، ناس من حي البوسك بيتعور، ناس موظفه في حي البوسك بيتعور. اما ينزلوا يشيلوا بياع من ده، خش شويه لورا ما بيشيلوش، ارجع لورا، وسع الشارع يتضرب. هينزلوا يعملوا ايه الناس؟ هينزلوا يعملوا ايه الناس؟ هي القضيه في ايه بقى دلوقتي؟ احنا عاوزين حل عاجل لمشكله البياع، انشاء اسواق عامه الحكومه هي تنظمها واحلاء الطرق والمدينه العامه. فلازم تبص للبياع، لازم الحكومه تبص للبياع والبطاله. ازاي؟ انشاء المدينه العامه، المحافظين الجدد، والاحياء الجديده، والمجالس المحليه تعمل الجديده دي. مفروض اول حاجه بند عملها هي الاهتمام بالبائع، بحيث انشاء اسواق عامه لينا كلنا تبقى مرخصه ومعروفه وليها صلاحيات الدوله تعرفها، وثم بعد ذلك ايه؟ نخلي المدينه والطرق العامه. يا اما انا تسيب لك صح كده؟ انا بقول الامن لازم يتعس الاول. مشكله مصر الرئيسيه دلوقتي الانفلات الامني، الانسان بيتجرأ لما بلاقيش فيه اسم ولا فيه ظابط. الاول ما كانش بتحصل المشاكل دي، كان في رادع، كان في خوف، مش خوف دلوقتي في انفلات امني. المشكله الرئيسيه في مصر دلوقتي الانفلات الامني. يا ريت الامن يرجع زي الاول، بس يرجع بحق. عايز اقول ان العتبه دي يا جماعه اللي انتم مستهترين بيها، لو رحت ايطاليا هتعرف العتبه، لو رحت امريكا هي العتبه. وعمر اللي بيحصل ده مش من الناس دي، مش من العتبه، والناس دي مش مننا، والناس دي سليطة علينا، ان احنا كلنا ولاد بلد وعارفين بعضينا. واحد مفيش بياع بيضرب حكومه على كده ولا اسرائيل ولا عتبه، كلنا بنحب بعض هنا. مفيش بياع بيضرب ضابط ولا بيضرب امين شرطه ولا بيضرب عسكري. مفيش بياع بيحترم الحكومه اكتر من علينا. ناس متسلطه لما قالوا صح الثوره ولما قالوا حاول الطيبه دي. مفيش بياع راح واقف. الناس دي طيبين والسنيه دول طيبين وكلنا مسلمين واحنا كلنا بنحب واحنا عايزين نرفع عندنا. شكرا شكرا. مفيش بياع